ترى للركض جمهوره هاتوا من بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الأعزاء، لا نزال متواصلين معكم وتواصل مستمر، وشوط جديد ينطلق هو الشوط السادس، ومجريات الشوط السادس تكون هنا في ميدان الشحانية 3 كيلومترات. نبدأ التعليق على المركز الأول، المراكز المتصدرة، وبنقول لهي هملولة فيصل بن طالب بن شريم على المركز الأول. المركز الثاني هنالك زريعة لحمد بن محمد بن جهويل المري، النقلة والدور على المركز الثالث. هنالك خطيرة لعبد الهادي، ولكن غيرت اللي هي مصيحة لصالح بن حمد بن قمرة. المركز الرابع تتواصل فيه خطيرة لعبد الهادي بن حمد بن هليل، النقلة والدور على المركز الخامس. تقدم فيه اللي هي تتقدم المتحدة لمحمد بن طحنون بن مهيرة المري على المركز الخامس. وهذا نداءنا أيها السيدات والسادة على المركز للمرة الأولى، ونداء الأول لهذه المتصدرات. نعود إلى المركز الأول وصدارتي هذا الشوط مع هملولة فيصل بن طالب بن شريم المري مضمر القرن، ينطلق على المركز الأول في صدارته على الكادر العلوي، على الكادر العلوي بن شريم. النقلة والدور على المركز الثاني، زرعة لحمد بن محمد بن جهويل المري على ثاني المراكز. الدور والنقلة على المركز الثالث من أقصى اليمين اللي هي هنالك خطيرة عبد الهادي بن حمد بن هليل المري على ثالث المراكز. المركز الرابع التماس لمبارك بن عبد الله المنصوري، النقلة والدور على المركز الخامس. أرى وأشاهد التقدم من قبل الضبيل راشد بن علي بن دلوان المري، وها هي الخمسة نجوم، انطلقت واندفعت باحثة وساعية في السعي المسائي، سعي 3 كيلومترات. الله 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 الله. إذا المسيرة مع حمد بن جهويل هو من يقود المسيرة، وهو من ينطلق، وهو من يبحث عن النداء. المركز الثاني بلشة لعلي بن زيد بن ديلة المري على المركز الثاني. المركز الثالث تتواصل فيه الضبي لناصر بن شابل المري، لا يزال متواصلا على ثاني المراكز. المركز الثالث هنالك هملولة فيصل بن طالب بن شريم. المركز الرابع التقدم واسم جديد الشاهينية علي بن حمد بن غانم العذبة المري. الله الله، يا سلام يا سلام، يا شعر الأحمر والأبيض، يا سلام. الله الله الله، بن جبران وهملولة، هملولة وينك يا بن جبران من زمان، وينك يا بن جبران من زمان. الله عليك، الله الله عليك، الله يا بن جبران. الله، من المركز السادس الحقيقة إلى المركز الأول، أنا بن جبران وهملولة من تقود المسيرة، والشعار الأحمر والأبيض الأحمر الملصع بالنجوم البيضاء ينطلق وحيدا على كادر وحيد. الله الله يا بن جبران، ليتك تشوف ما اشوف على الشاشة. الله الله الله، بكرتك وحيدة ترقص وحيدة في الشاشة، يا سلامي عليك يا بن جبران. الله 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 الله، اندفاع ودفع رباعي، دفع رباعي، يا سلام يا سلام. الله، الملاحقة والمطاردة من قبل بنديلة وبلشة على المركز الثاني، تحاول بنديلة بيجاوز، روح يا بنديلة، روح، سلامي عليك يا بنديلة. الله الله الله، بن جبران لا يزال مصمم، ولكن بنديلة لا يبرد، لا تبرد يا بنديلة، لا تبرد، خلك حامي ولا ترد يدك، يا سلام. الله الله، عود من جبران، ما في حيلة يا جماعة، والله ما في حيلة. سلامي عليك يا بن جبران، سلام.
اشكرك يا اخوي وابصم لك على العشره يا بن جبران. المركز الاول اذا همنوله العايده ملكيتها لسالم بن جبران. المركز الثاني مع بنديله لبلشه لعلي بن زيد بنديله. المركز الثالث كانت فيه مصيحه لظافر بن حمد الدوسري. والمركز الرابع كانت من نصيب صبر لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. وخامس المراكز من نصيب اللي هي زريعه لحمد بن محمد بن جهويل المري. اذا كانت هذه النتيجه يا سيدات والساده المنافسه على اشدها الحقيقه في الامتار الاخيره. وانا لحظات وصول بن جبران والله بن جبران وبنديله ما فيكم حيله يا اثنين اذا التهاني والناموس لبن جبران مع اللي هي ملوله 4 دقائق 46 ثانيه و14 جزء من الثانيه. الناموس لك يا اخوي يا سالم يا بن جبران يا المري. المركز الثاني مع بنديله اللي هي نمره 8 بلشه 4 دقائق و46 ثانيه و21 جزء من الثانيه. الناموس علي بن زيد بنديله المري. المركز الثالث لحظات الوصول لا مبعوله من المركز الثالث بعيده كل البعد الحقيقه عن المركز الاول والمركز الثاني. لحظات وصول المركز الثالث حتى الباص عدى ما وصلت. الباص الثاني عدى اذا وصلت اللي هي مصيحه 4 دقائق و54 ثانيه و21 جزء من الثانيه. تهانينا راعي مصيحه ظافر بن حمد الدوسري. اذا ناموس مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء لجميع الفائزين في هذا الشوط. تنقل الكلمه مره اخرى الى زميلي حمد او محمد بن بريك المري.